تقديرا ووفاء للتضحيات التي قدمها الشهداء في سبيل الدفاع عن الوطن، حفل تكريمي لأسر الشهداء في اللاذقية. في ذكرى الشهداء نستلهم معاني التضحية والفداء، فمسيرة الشهداء هي مسيرة وفاء وصدق وكرامة، ولأجل ذلك أقامت رابطة أبناء وبنات شهداء بالتعاون مع إدارة مدرسة الشهيد أنور قاسم وبرعاية من فرع اللاذقية لحزب البعث العربي الاشتراكي حفلا تكريميا لأسر الشهداء في اللاذقية. وتضمن الحفل كلمات لبعض أسر الشهداء وقصائد ومسرحيات تمجد الشهادة والشهداء. السيد قصي حاتم رئيس مكتب التربية والطلائع الفرعي أكد على أهمية تكريم ذوي الشهداء لأنه تكريم للشهيد بعينه. الشهداء كما قال السيد الرئيس أكرم من في الدنيا وأنبى البني البشر، وشهداؤنا هم مشاعل نور. في هذا اليوم العظيم نحن الحقيقة متفائلون كثيرا بالجهود المبذولة لأبناء الشهداء في هذا الحفل الضخم الرائع الذي قام به رابط أبناء الشهداء في هذه المحافظة بالتعاون مع إدارة المدرسة، لهم جزيل الشكر. الشهداء الذين يواجهون أكبر تحدي، أكبر مؤامرة تخوضها سوريا اليوم. من جهته أشار الدكتور مازن زوان منسق رابطة أبناء وبنات شهداء في اللاذقية إلى أن تضحيات الشهداء محفورة في وجدان كل سوري. الرابطة لا توفر أي جهد وأي مناسبة لتمجيد الشهداء، لإبراز مناقب الشهداء صورهم، واليوم الرابطة تنظم فعالية في بمناسبة عيد الشهداء بعنوان عهدا للشهداء بمواصلة العطاء. بدورهم عبر ذوي الشهداء عن اعتزازهم بشهادة أبنائهم وهم يؤدون واجبهم في خدمة الوطن ودرء الفتنة. شعورنا اليوم في يوم تكريم أسر الشهداء اعتزاز، وولدي الذي استشهد فداء سوريا ليس تحصيل حاصل، ليس هو تحصيل حاصل، بل نحن في مدرسة الخالد القائد خالد حافظ أسد تعلمنا الشهادة وتربينا على الشهادة. شعور فخر واعتزاز، وهذا كل شيء نحن نهله. كان هو استشهد بس مشان أن أولاده يعيشوا وأولاد هالوطن يعيشوا ويرجع وطننا مثل ما كان، حر وأبي ومرفوع الرأس. شعوري كتير فخر واعتزاز أني أنا قدمت زوجي شهيد بعد أسبوع من عرسنا، ما بعتز فيه وبرفع رأسي. بمهني كل أم شهيد وبفتخر، بتمنى كل أم تفتخر بها الشهادة، وما فيني اقول غير الله يغضب على اللي كان السبب بخرب هالبلد. سيبقى الشهداء مشاعل نور تضيء الدرب للاجيال القادمه. لاخبار التلفزيون العربي السوري، مازن مخلوف، اللاذقيه. في السويداء وضع ابناء المحافظه مع ذوي الشهداء اكليل زهر على صخره الشهداء بالمحافظه. تخليدا لذكرى الشهداء أكرم من في الدنيا وأنبى البني البشر وهم الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل عزة وكرامة الوطن، وبمناسبة يوم السادس من أيار عيد الشهداء، مجموعة من طلبة السويداء زاروا صخرة الشهداء في ساحة تشرين ووضعوا إكليلا من الزهور عليها. صخرة حملت أسماء شهداء المحافظة تكريما وإجلالا لبطولاتهم وتضحياتهم. نحن اليوم بعيد الشهداء جايين وقفة اتحاد الطلبي لنرفع الرحمة والصلاة على أرواح شهدائنا الأبرار اللي سقوا أرض سوريا طاهرة من دمهم دفاعا عن الوطن، دفاعا عن الهجمة اللي عبشن علينا عدد من دول المستعربة والدول الغربية وعلى رأسها إسرائيل وأمريكا. نحن جايين هون لنأكد وقوفنا حد جيشنا الباسل ونقول له نحن صامدين معك لآخر لحظة ولآخر نقطة دم من عنا. نحن اليوم جينا نعمل وقفة تضامنية مع شهدائنا، تكريم لأرواحهم وتكريم للأرواح اللي والناس اللي دافعت عنا وحامت هالبلد ووقفت مع البلد واللي عم تحمينا وعم تسهر على أمننا وأماننا، والرحمة لجميع شهداء الوطن. نحن اليوم واقفين وقفة تكبير وإجلال لكل شخص قدم روحه النفيسي في سبيل الوطن. وتأتي مراسم عيد الشهداء هذا العام مختلفة بعد أن استمد بريقا جديدا أضافته إليها دماء الشهداء الزكية التي روت أرض الوطن لينعم أبناءه بحياة حرة آمنة. هذه الفعالية يقيمها فرع الاتحاد الوطني طلبة سوريا بالسويداء تحية إجلال وأكبار لأرواح شهداء الوطن
كل شهداء الوطن، وبفضل الشهداء بقي الوطن مستقرا وسينتصر الوطن بفضل تضحياتهم العظيمة. طبعا أقمنا هذه الفعالية على صخرة الشهداء، هذه الصخرة التي تحوي أسماء شهداء الوطن في الأزمة الأخيرة، وسينتصر الوطن بفضل تضحياتهم، ونقول لهم أن طلبة سوريا سنستمر في خندق العلم والمعرفة إلى جانب رجال الجيش العربي السوري في خندق العلم والمعرفة، نتحدى إرهابهم التكفيري الذين يريدوا النيل من عزة وكرامة سوريا، ولكن جامعاتنا ومعاهدنا ستبقى مفتوحة دوما لنتحدى بفكرنا وعلمنا كل أشكال الإرهاب الظلامي التكفيري الذي يريد إيقاف العلم والمعرفة. ربيع الشهداء هذه السنة كما امتزج خضاره بالأحمر تجدد معه سوريا نفسها وتطلق أزهارها لتملأ الأرجاء عطرا وتهدي لشقائق النعمان مزيدا من الإحمرار والروعة، معلنة أن دماء الشهداء الطاهرة التي بذلت في سبيل رفعة الوطن وكرامته تبشر بموسم للخير والأمان والاستقرار. إجلالا وإكبارا للأرواح الطاهرة التي جسدت أجمل معاني حب الوطن، كرم محافظ حماة الدكتور أنس الناعم وأمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي جهاد مراد وقائد شرطة المحافظة في قرية عين الكروم بريف حماة ذوي الشهداء تقديرا للتضحيات التي قدمها أبناؤهم دفاعا عن الوطن. وعبر عدد من ذوي الشهداء عن تقديرهم لكل من ساهم في التكريم الذي ترك أثرا كبيرا في نفوسهم. نعيد أثر الشهداء ونعيد شهداءنا الأبرار بأننا سوف نكمل الطريق الذي رسموه لنا بدمائهم الطاهرة المنورة، وسوف لن ينضب العطاء من هذا الشعب الكريم إلى أن نحقق النصر بإذن الله تعالى، لأننا واثقين بأن دماءهم الطاهرة سوف تكون المنارة العظيمة التي تضيء النصر لأبناء سوريا الحبيبة، وسوف يعود السوريون لكي يرسموا نصرا جديدا. إن شهداءنا البسلاء العظماء في سورية الحبيبة اعتقدوا نورا وتكلموا نورا وقدموا نورا وسكنوا نورا، هنيئا لهم في الفردوس الأعلى أعلى الجنان إن شاء الله. مهما نكرمهم لم نعطيهم يعني جزء من مضحوا على، ومنقول ندعي من الله تروح بقى هالغيمة عن سوريا وهجش الله ينصره. نقول الله يحمي لنا هالجيش وينصر سوريا ويحمي لنا هالشباب ويرحم كل الشهداء. الله يرحم كل هالشهداء، والشهداء هنون اللي صنعوا النصر، نصر بسوريا، والله يرحمهم ومسواهم الجنة. وفي ناحية حديدة بحمص أيضا وبمناسبة عيد الشهداء، كرمت قيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي 400 أسرة شهيد من القرى في منطقة تلكلخ بريف حمص بمشاركة أمين فرع حزب البعث صبح حرب وأحمد منير محافظ حمص وحشود شعبية تقديرا وإجلالا لتضحية شهداء الوطن العظماء. شهداء الوطن لا يستطيع أحد أن يماثلهم بالكرم وجزيل العطاء. أبناء حمص على جميع المستويات الرسمية والشعبية يقابلون تضحيات الشهداء بالتكريم والإجلال، حيث تم تكريم 400 عائلة من أهالي وذوي الشهداء في ناحية حديدة، حيث أكد ذوي الشهداء عن فخرهم واعتزازهم بتضحيات أبنائهم. أنا برفع راسي بشهادة ابني، والوطن غالي كتير وبيستاهل التضحية، وأنا عندي ثلاثة وأنا مشروع شهادة للوطن. أنا بفتخر وبعتز فيه، الله يرحم جميع الشهداء، وإن شاء الله الأزمة عنا بتخلص بقيادة الدكتور بشار الأسد. إرادتنا كل يوم نحن عم تزداد، ولكن تكريم الشهداء هو عم بيزيد عزيمة وإصرار وإرادة هذا الشعب للمقاومة والقتال حتى آخر رجل. كل شهيد في هذا الوطن فهو ابني، مقام ومقام عبد الكريم تماما. وتخلل التكريم كلمات للحاضرين التي أكدت على معاني الشهادة وقيمتها، وأن الشهداء هم الذين فضلوا الموت لكي يحيا الوطن. نحن نطلب الرحمة لجميع شهداء سوريا من مدنيين وعسكريين، وبنقول ربنا يعيد جميع المخطوفين ويداوي جميع الجرحى. حقا علينا تكريم الشهداء، أولا لأنه حق، وثانيا لأن جزء كبير من هذه المعركة اليوم هي الروح المعنوية أن تبقى عاليا بين أبناء هذا الشعب. جئنا نتطهر بالتراب الذي مشوا عليه الشهداء، نتطهر بأهل الشهداء، نتفائل بقيمة هذه الدماء الطاهرة لمستقبل أفضل إن شاء الله لسوريا. تأتي أهمية هذا التكريم في تخليد ذكرى الشهداء وتكريس قيم الشهادة في سبيل الحفاظ على كرامة ووحدة الوطن.
ونبقى في حمص وتنفيذا لمرسوم السيد الرئيس بشار الأسد حول العفو العام وللاستفادة منه، سلم 3 مطلوبين أنفسهم للجهات المختصة مع أسلحتهم طالبين العودة إلى حضن الوطن ومؤكدين تمسكهم بسوريا وكرامتها. أنا من تلك الأخ وسلمت حالي وطريق غلط وما عاد بدنا نمشي بهالطريق نحن، وعدنا للوطن ولحضن الوطن أنا كان معي بعرودة وندمان وسلمتها وبدي ارجع للوطن، بدي ارجع مواطن عادي مثل اي مواطن. فنصح رفقاتي يسلموا حالهم ويرجعوا على وطنهم وعلى شغلهم. هاي التسوية كانت بادرة خير لهالبلد، وبنصح الشباب يرجعوا لعملهم الطبيعي ويتركوا سلاحهم ويرجعوا يمارسوا حياتهم الطبيعية. إذن بالعودة